الحديث في رواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقصتها أنه قد أتاه رجل فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا يدخله الجنة، وليس هذا الأمر يختص بهذا الرجل، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وآله قال هذه منحة لك ليست لغيرك، لكنها له ولغيره، لهذا رويت لكل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتاه: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ يعني هذا مفتاح مفاتيح الجنة، تتوقعون جوابه؟ أكيد. قال: بلى يا رسول الله. الآن أول شيء ذكره النبي، قال له: أنل مما أنالك الله، أنل مما أنالك الله. أنت عندك راتب، هذا الراتب من الله، هل للخلق في راتبك نصيب؟ هل جعلت يدك مبسوطة إلى حد الاعتدال تعطي غيرك؟ يعني جعلت الله يجري على يديك الخير أو لا؟ طبعا هذا الأمر مفتاح للجنة في الرواية، يدخل الله العبد الجنة به، لكن السؤال هذا متاح لكل أحد؟ بعض الناس راتبه إما يكفي فقط الأسرة أو ما يكفي، فما بكلمة الإسلام يقول ليس مستحب وأنت الواجب ما تأدي واجب النفقة عليك لأولادك لزوجك. فإذا هناك من يملك هذا المفتاح، لأن ما يرزقه الله يكفيه وزيادة فينيل غيره، متاح له هذا الخيار. ولكن هناك شخص يقول زين أنا بضيق على أسرتي، يقول الإسلام لا، نفقتهم واجبة، لين خلص من الواجب التفت للمستحب ما يكفي، إذن أنت ما عندك هذا الطريق. لهذا الراوي قال: فإن كنت أحوج ممن أنيله، أعطي واحد أحسن حالا مني، أنا إذا وضعي صعب أزيد من اللي بعطي، فإذا هذا الخيار مو متاح لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي أعطاه خيار آخر، مفتاح ثاني للجنة، قال: فانصر المظلوم. بعض الأحيان شخص يظلم في محضرك، هذا بيحتاج أموال، انصره، هذا أيضا مفتاح للجنة. فإذا إذا كان المال ليس بيدك، نصرة الغير الآن انصره. لو سألناكم هل دائما أنا أقوى على الظالم؟ وبعض الأحيان أسكت لا أحصل ظلم أزين من اللي أدافع عنه. وبالتالي فالخيار الثاني أيضا مو خيار متاح لكل أحد، فقد يكون الإنسان أعجز عن أن يدفع الظلم الحاصل. لهذا نفس الشخص قال قال: وإن كنت أضعف ممن أنصره، المظلوم أقوى مني، فكيف الظالم؟ هذا المفتاح أيضا مو متاح لكل أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله: فاصنع للأخرق، يعني أشر عليه. الأخرق في اللغة يجي بمعنى الأحمق، يجي بمعنى الغبي، يجي بمعنى الذي لا حذق عنده ولا مهارة، ما عنده شيء، خبرة ما فيه، تقدر أنت تنصح، تقدر تشير عليه، تقدر تهديه إلى شغلة تفيده. فإذا إذا كنت لا تملك المال لأنك فقير، راح المفتاح الأول، ولا تملك القدرة الجسدية، ضعيف أمام الظالم، فراح المفتاح الثاني، شغل عقلك وانفع هؤلاء الذين يحتاجون لإرشادك، هذا المفتاح الثالث. مو دائما أنا عندي فهم بعد،
الفهم بعد مو كل واحد عنده. لهذا قال فإن كنت أخرق ممن أصنع له، أنا بعد أحمق منه أو أغبى منه أو أنا ما عندي حتى مهارة. هاي نفعنا الراوي، أعطانا خيارات لكل الناس. قال النبي الآن الخيار الأخير، فأصمت لسانك إلا من خير. بعد لا تقول ما عندي، بيدك تجود لسانك، هذا اللسان اللي يودي النار. وهل يكب الناس على مناخرهم في حر جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ الآن ما عندك فلوس، راح المفتاح الأول. ما عندك قدر، راح المفتاح الثاني. ما عندك مهارة ولا خبرة، راح الثالث. لكن لسانك بيدك تمسك إلا عن خير. فقال له فأصمت لسانك إلا من خير، أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟ وحدة تكفي. فإذا الخيارات الأولى مي متاحة، تفضل هذا خيار متاح. فالنبي صلى الله عليه وآله ما قال اللي ما عند الأولى يجي الثانية، لا، النبي قال أي خصلة من الخصال تودي الجنة. فأنا أعطيتك أربع خصال أنت وما تقوى. فحين احنا أيضا سمعنا واحد يقول يمكن الرواية مي صحيحة، ومنه قال لك تدور عن صحتها؟ رواية موجودة في الكتب. أنت تتوقع إذا وعدت بثواب وعملت لها الثواب تالي يوم القيامة خيب الله ظنك، يقول لك لا هاي الرواية ضعيفة، أنا ما أعطيك ثواب. عندنا روايات صحيحة يسمونها روايات من بلغ، إذا بلغك ثواب على شيء وأتيت رجاء ذلك الثواب كان لك الثواب وإن لم يكن كما بلغك، يعني حتى لو رواية تضح في علم الله مكذوبة لك الثواب. فإذا هذا المذكور في الرواية كله عمل خير، فالإنسان يسعى أن يتعود على هالخصال الأربع بما يمكنه، سيجد نفسه يوم القيامة من أي باب من أبواب الجنة يدخل، عنده مفاتيح متعددة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.